السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. بداية هذا الفيديو، اخيرا والحمد لله اني انتقمت من حرامية الكلاب. فكيف انتقمت فيها؟ عملت فيها مقلب، وانا والسكواد عملنا فيها مقلب. فاتمنى ان يعجبكم الفيديو. اذا كنت اول مرة عم تتابعني، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة وفيديوهاتنا السابقة. وإذا حبيتوا أي شيء من المقالب اكتبوا لي كمان بالتعليقات. إذا حابين مقلب حدا من السكواد كمان ابعثوا لي عرخص على الانستغرام، وهنيك راح نتفق مشان بالتعليقات، لأنه هن بيتابعوا التعليقات ما يشوفوا شو المقلب اللي بدي سوي. فإذا حاب، فهي وعدتني إنها راح تنتقم، فما بعرف شو إمتى وكيف وشلون راح تنتقم منها من بعد المقلب. نزلنا جيم، ما اهتمينا بالجيم نحن، انه كان هدفنا انه بس نصور المقلب. ان شاء الله يعجبك المقلب. ووصلوا هذا الفيديو 3000 مشاهدة، وتعال خاص خذ شداد. ولا بترككم مع فيديو مشاهدة متاع، والسلام عليكم. شو بتساوي عندي انت؟ انت شو بتساوي عندي؟ وين محلي؟ روح لانه بلال حلمت لك من بلال. روح انقلع. لك بلالو، جبت سيارة، جبت سيارة، جبت سيارة. بلا سلاح هنين لازم يكونوا. معه مسدس وسبع طلقات. هذا ما عملك، لازم يكون بالاسلحة. هو هربان من حدا. لا رباعي ولا يلا راح يجيلك، ما راح يجيب باقي. تركي نصن يمسن نصن تركيش لو بيجي تا هذا جاب باقي. تعال تعال نروح على هذا البيت، يمكن فيه بالجراج بالسيارة. جيب الباقي. ما عندي باقي، عندي باقي، انا كمان عندي باقي. راح اجيب الباقي وايش. تعال معناته رنا تاي معي، رنا تاي على السيارة. تعال خذ بلال، تعال انا ورنا رايحين سوا. يلا جاي. لكن يا عمي انا اسمي تعال طلع بلال، تعال طلعي تعال. وانت بنتك خربت الدنيا. رنا عندك سلاح ولا لا؟ خلاص ما عاد تسكت، خلاص. اوكي. ما عاد بدها تسكت، خلاص. اهم شيء انت يكون عندك سلاح. بلال بعتلك رسالة بموضوع مشوار بكره، شوف على الواتس. شفت؟ بس ما عبال يرد. ما عبالك ترد؟ محظورة ولا؟ لا مو محظورة. مالي مرق، وجع راسي معك كلك. اوكي كتبوا. ليك البوتات لرنا، ما حدا يقرب على بوتات. شو معك سلاح؟ عندك طلاق؟ معك سلاح عندك؟ والله اعطيكي، اعطيكي طلاق؟ معي 100 60 روبية. في سيارة رباعية هنيك على الجهة بهذاك الجهة. في سيارة حمراء، تعال وياك. ما لقيت بنزين انا. صحيح بدك طلق اخضر؟ هاتون. تعال تعال اسكيب ويدم. خذ هدول خذ هدول خذ هدول. الله كل هدول. تعي رنا تعي، اخذ منه واعطيك اياه لك. اضرب ايه؟ خذي رنا خذي. ليك ليك الخروف ليك. انا اضرب، تعال عندي. تعال بدي اعطيك شغله لك كمان هديه. عني يا اخي بلا مني. ورا سكاوي تعقيب هذا ماله. اري 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 اري
يا دافر دوارة برفامان استني رانا بس بس اعطيه هديته. تعال 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 جايب لك شغلة معي. تعال يلا هات دبلع يلا. هاي هدية؟ ايه اتعلم مرة ثانية. ايه ماشي اتعلم برا تراك بلال تراك. تعي تعي على السيارة. تعي 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 عشان أنانية مرة ثانية تبطلها برا بلال تراك. تعي 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 روحي روحي ورا خليك ورا عشان تعرف كيف مرة ثانية تحكي. انزل ولا بلا تعال اخي بلا من نيتك. روح انت كمل طريقك. روح اروح انت صاير خروف على طوله. انت روح مين صاير خروف ولا زبط لسانك. زبط لسانك كابوس خروف. قال لك زبط لسانك ماشي حبيبي عشان ما بلش فيك الا روح. بعطيك طلاق عم تقول يلا تعي رنا. بعطيك سلاح تقول لي تعي رنا. بقول بوتات تقول يلا رنا. ايه الك شي عندي؟ لا عندي. الك شي عندي؟ مالك مالي شي عندك اخي. هذا اخر جيم بلعب معك. انت صاير خروف على الصوره. انا اخر جيم عندي. احسن احسن اخر جيم اخر جيم احسن. اذا بدك لا تكمل كمان. انا ما بحب انه العب مع خواريك. زبط لسانك عم قلك لك. عيفك منه عيفك منه. أنا هني واصلة معهم للسما. معي معنا ما هني صاير معنا واصلة للسما. لا والله أنت سخوان كثير أخي. صاير خروف كثير. بلال أحكي معه. عيفك من الرنا عيفك منه. اعطيته الطلق واعطيته بيش لاخر شيء اعطاي رنا. بعطيك اياه ايه لكن شو لكن شو لا بعطيك هدية. شو بيعطينا قنبلة بحضني. تستاهل لا القنبلة. ايه روح انا هاد اخر جيم عم نلعبه معك وهذا هو. اوكي احسن. ما يعجبني انه العب مع خواري. معلش خروف على حالي مو عليك. خلاص انت تعال على سيارة يلا. كذا يوم هاد كذا يوم عم اقول يلا 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 يلا. تاي رنا وين رايحة تاي؟ تاي رنا وين؟ تعالي ولي؟ رنا مع مين عم بحكي انا؟ نو وين راحة تاي؟ ليكي ليكي واحد لاحقك! رنا تاي! كابوس كابوس اتنين نو كابوس هذول انا سعودي. كابوس ليكو بالزاوية. كابوس ليكو بالزاوية عم يشيل صاحبه. في سكواد وراي كمان. انت بس شيل لي هدول بالزاوية عم يشيل صاحبه. هذا هو هذا القمة لك هذا السكواد السعودي اللي هو اللي كان هلا مبلش بالعالم. وين رحتي؟ وين رحتي؟ نعم من بدك الحق يعني شو الزلمة معه حق يعني شو معه حق انت تاني هم
متغير معنا ما مثل قبل يعني. شو متغير معكم حبيبي؟ قول ها تحكي لي شو اللي متغير في معكم انا؟ راح حكي هذا خليجي اللي يغير اسمه يعني شو يعني؟ شو يعني احكي شو يعني انت تاني؟ انا ما راح احكي لك طعمي لك يا بس انه يعني كل شيء لرنا يلا شو اسمه وكمان نحن عم نلعب كمان نحن بنرفع تقييم وعلى السكواد نحن ايه السكواد انت وهي اعطيها بوتات يعني هي بمواجهة السكوادات ما راح تكون مثلك ايش سمعتني عم بحكي عن البوتات شيء ايه شو كمان ما عمل لا حق ولا مو حق صوتك عم ينقطع عم اقول لك يا دوب انا كمان شي 20 رصاصه ايه وانتم معكم فوق ال 300 رصاصه كان معكم ايه قول عندك قلت لي ما عندك رصاص قلت ما سمعتك ما سمعتك والله قلت احالتين الفيديو عندي راح شوف الفيديو تشوف من وين قايل انه ايه شوف الفيديو اكثر من مره حكي ايه راح تشوف يعني جايين تحكوا حكي فاضي وحجاج فاضي اصلا صايرين ما عم تستوعبوا على حالكم يا زلمه على لعبكم لما وقت التصوير بدنا نصور ما بتحكوا شيء انت مو منتبه حالك انت مو منتبه انا اللي مو منتبه على حالي مبين لا والله مو منتبه مبين مين مو منتبه على حاله حبيبي وقت التصوير بكون عم نصور مواجهات وكل شيء بشيل سكوادات ما بضل عندي طلق تشفطوا كل شيء ما بتعطوني شيء وما بتعملوا حسابي هلا انه اعطيتها كم طلقه صار انه شو خروف وما بعرف شو مو اول مره دائما نفس الحكي ايه مبين دائما نفس الحكي والله ليك ها اسأله شو اسأله شو اسأله انت وياه جايين عم تتخبصوا بالحكي بهالليل شو اخي شوف لما اثنين انا كرمالك اجيت تمام انا كرمالك اجيت انا قلت لك انه ما عاد العب معه يعني انت بعثت لي ما عم رفض طلبك انت بتعرف ايش قد عندك معذب قلبي اخي استروا شفتوا مني اوكي انا معك بالسكواد ما راح اضل اوكي لانه ما بحب ما بتفرق معي اذا ما تفرق معي اذا ضليت ولا لا في 100 واحد غيرك بيجي عندي على السكواد تمام جيب 100 واحد غيري يا اخي جيب بجيب واحد غيري انا بجيب انا ما مو ناقصني اولاد انا اولاد ولدي مو ناقصني انا بالجيم حبيبي شوف دي روح يا عمي دي روح صاير خروف على اصوله وانت عم تقول لي ولدني ما بعرف شو مبين مين صاير خروف بدنا نقلع ولا بدك تطلع من السكواد انقلع روح حبيبي وانت تاني وانت تاني بالله لا تورجيني وشك بالبيت لعندي ولا تيجي لعندي حكي فاضي ما بحب اسمعه انا انقلع من عندي يلا هال شو ولك انت خروفت على الفاضي انت ولك خروفت على الفاضي مشان بنت انا خروف انا تخروفت على الفاضي مشان بنت ايه عيب عليك اصلا تحكي هالحكي هذا عيب عليك اصلا تحكي هالحكي هذا راحت البنت جيبها ها مو خاروف ما والله خاروف على اصولك انت روح انا خاروف انا خاروف على اصولك حاج تطلعي انت تاني هن بده يطلعوا يطلعوا انت ليش عم تطلعي عيب عليك تحكي هيك هذا شيء لما جبنا رنا رنا بالنسبه لنا اخت اخت بالنسبه لنا تيجي تحكي عليها هيك عيب عليك شوف يا رنا رنا انا ما لي حكي معك اوكي ما لي حكي معك انا اعتبرتك كاخت معنا بالجيم اوكي اخت معنا بالجيم باللعبه عم نلعب ونس بس من شوي انا كذا يوم عم بلعب معكم عم بيقول لي خلي بوتات عم اترك عم يخلي ما بعرف شو عم اترك يعني منزل مكيدي تبعي ومنزل كل شيء كلهم انا اذا بدك تردي على هدول الصايرين كم يوم عم يتحججوا على الفاضي عيفك منه اصلا هذا من كم يوم اسمع 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 انت من بعد ما هذاك الشاب اللي حكى معك وقال لك تعال معي على السكوات تغيرت كثير انت وشيار واحمد لا حبيبي لا انت غلطان كثير هيك انت غلطان اسمع اسمع كابوس بلال والله بلال كمالك انا ما اخذ معهم شو؟ انا مشان بنت عم بتقلع بقلعك وبقلع 60 واحد مثلك كمان غلط
شكرا كثير حبيبي. هلا بتشكرك على الرحب والسعه. تيجي تحكي عني بهالطريقه هذه وانت اللي بتعرفني، انت اللي بتعرفني صار لك كذا سنه معي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تيجي بتحكي عني بهالطريقه بعدين عيب عليك اصلا. ليش تزعل من كلمة حق؟ لا ما مو كلمة حق، ما عم تحكي شيء كلمة حق. تزعل مني لأني شو؟ هلا عم تسمعني أنت؟ سامعك. شو بدك؟ شو بدك؟ أوكي تزعل مني لأني صريح. مو بدك تطلع من السكواد؟ أخي بلال إذا بدك تطل معهم ضل، أنا راح أطلع لأنه مشانك جيت معهم، فهمت شلون؟ ما عم بلعب مع خواريف أنا. خواريف حبيبي ليك ليك لا أنت ولا بلال، لا أنت ولا بلال بتضلوا الصور، لا انت ولا بلال بتضلوا بالسكواد. الصور بتشيلون، الصور اللي سويتون والش اسمه والاسامي تغيرون، اسامي السكواد ما راح يضل عندكم. بغير هلا 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 شوي ثاني راح اغير كل شيء. اوكي ما شوي ثاني، هلا تغير وتنقلع تروح، هلا تغير وتنقلع تروح. الله معكم على دواليبك. انت قحاش كل شوي تطلع يا تجي. بس وين القلعة هذا؟ خليه يجي. شو عم بعمل انا تاني؟ خلاص خير عيني. شو عم تبعت لي على الواتس بلال؟ بدي كمل حكي. شو بدك كمل حكيك؟ شو بدكم انا ما افوت معكم؟ خلاص انت تاني. ها انا حكيت اللي عندي اخي، واللي عندي انا كمان حكيته. انا احكي اللي عندك انت كمان. تمام انت حكيت اللي عندك. الله مع دولي. بدك تطلع من السكواد تطلع من السكواد. خلينا نسمع رنا شو بدك. اطلع من السكواد وابو السكواد كمان، ما بيهمني لا سكواد لا غيره. اطلع حبيبي. لا ما تطلع كابوس عم تقول. تعال نشوف شو بدك تحكي. اطلع اطلع مو فارقه معي. اطلع بلال واحد. الله انت عيفك منه. شو بدك منه هلا؟ ايه ما شاء ما انت من كتر ما تحكي حق ما جمعت اسلوب بعتوا وراه قال تعال تصير شيخ عنا بالجامعة. انت رنا عيوني انا ماني زعلان لا منك ولا شيء، تمام؟ ومالي حكي معك. انا قلت لك من شوي انا كمان بحسبك مثل اختي، تمام؟ عم تلعبي معنا ومتسلى كمان. بس اليوم بعد ما فجرني لا هاي صارت يعني نحن ما بنحكي عليك يا اخي. خروف ما بحب الخواريف اخي، خواريف ما بحبه. خلص اللي عندك، خلص اللي عندك. لا ما بيمزح. لا لا هو مو مزح. شوفي هو مو مزح قصد مزح مو مزح. خلص اللي عندك. انا قلت له خذ طلاق خذ كل شيء، بعد منه بيجي يفجرني. بدي تعال خذ هديه ويفجرني لالي انا كبر. شو ما كان عم بيقولوا بيقول له هذول اللي اذا كان عندهم عقل. رنا رنا اسمع اسمع اسمع، لو كان عندهم عقل ما كانوا بيجوا بيحكوا علينا انه شو، خاصة انا يعني صرنا فترة مع بعض يقول لي عم بتخورف. ونحن لما جيتي معنا على السكواد جبناك بصفتك اخت ونساعدك بالتقييم. طاير خروف يا اوكي 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 تمام. لا لا تلعب لا تلعب لا تلعب لا تلعب. عم اسمعك. هي بيناتنا بصفة أخت مو شيء تاني حبيبي، فأحكي بطريقة محترمة. أحكي بطريقة محترمة. أول شيء بتحكي بطريقة محترمة. خليك على الجنب، خليك على الجنب، خليك على الجنب. لسه عم تحكي، خليني أرد عليه ولا راح أطلع لأنه ما راح أطول. لا ما راح تطلعي أنت، ما راح تطلعي. إجيتي دخلتي ما راح تطلعي. لا لا أخوي ما بيجوا بيحكوا بهالطريقة الزبالة. شوفي رنا أنا قلت لك، قلت لك انت مثل اخت، تمام؟ مثل اخت عندي عم نلعب ومتسلى. اوكي اسمع 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 خلص سد لي بوزك. اسمع تعال شوف شو بدها تحكي. سكتنا من شانك. بسكتك من شانك. خرس واحد مثلك بيخليك. انت اللي بتخرس، انت اللي بتخرس. خليك على الجنب، خليك على الجنب. انا طلبت يساعدني عشان تي وهي عم تحكي. بعدين بتحكوا رنا. انا قلت لك قلت لك عادي عندي، عادي والله عادي. بس لا انه هو يعمل فيني هيك بعد اخر شيء يفجرني لا ما بحب هذا الشيء. يعني اخر شيء رنا اللي بده يطلع ويطلع ويطلع ويطلع. انا ما دخلتك معي والله لا سيئة خورف ولا حبك. انا متجوز وعندي ولد الحمد لله.
والمخلوقة إذا ما بتعرفوها عندها أربع أولاد. إذا ما بتعرفوها رنا 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 عيوني أختي، شوفي شوفي أختي شوفي، أنا بحسبك مثل أخ بس هو صاير خروف غير هيك ما عندي، تمام؟ قال له يفجرني بآخر شيء يفجرني، لا ما بحب هذا الشيء. وهلا بستأذن من عندكم والسلام عليكم، اشتروا ما شفتوا من عندي. لسه ما خلصت كلامي، لسه ما خلصت كلامي، لسه ما خلصت كلامي، لا تنقلع تروح. عم ما بحكي معك رنا، انا اسف. انا عم بحكي معك تمام تمام، عم بسألك. واعز 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 رنا واعز، ف ما تتفرقوا ما عاش، نتفرق انا وبلال وكابوس. اسمع صحة وهنا يا رنا، صحة وهنا، تعيشوا وتاكلي غيرها. والله انتم بتحبوا بتجنوا مع بعض، نحن بنجنن مع بعض، وبوجودك كمان معنا بننبسط انك تكوني معنا. والمهم تعيشي تاكلي غيرها ومقلب، والحمد لله مشي على خير. مزنخكم. لا يا رنا لا. والله العظيم حسيت بالذنب، بدي ابكي. لا لا ما راح تبكي طبعا. بلال وكابوس وكل السكواد، نحن اللي يجمعنا انه هي الصداقه والاخوه، مو الجيم ولا التصوير ولا بوبجي ولا اليوتيوب. فحبينا هيك نحن انا وبلال، لا نعرف انا وبلال نعرف بعض من زمان، يعني مشي 4 سنين هون بنرويج. فكابوس والشباب تعرفت عليهم عن طريق اليوتيوب واللعبه، بس انه العلاقه اللي بيناتنا اقوى من هيك، فما في شيء يفرقنا. وما راح يجي حتى اذا اهتمينا فيكي، انا اهتميت فيكي ولا هن بيهتموا فيكي، فانت بالنسبه لنا اخت واعز، واللي بيزعلك بيزعلنا، واللي بيفرحك فرحنا، ونقوي لك لعبك ونرفع لك التقييم وكل شيء. وحبينا هيك نمقلبك شوي ونشوف شو ردة فعلك وشو بدك تحكي انت. حبينا نسوي فيك مقلب صغير صغيرة. بطلت عارفة احكي والله، عادي عادي. وقف قلبي، بعيد الشر عنك. فكنا عم نمزح معك، هاي مقلب هيك صغيرون، حبينا نغير بالقناة شوي. هذا صغيرة، صغيرة قد راس الابرة، يعني هيك صغيرونة صغيرونة. اولا مشان تعرفي كيف مره تاني تسرقي كيلاتي، ثانيا مشان ما تسرقي كيلاتي، وثالثا مشان ما تسرقي كيلاتي. كاتبه بتعليقات بدي ضل اسرق لك كيلات. يا ما شاء الله شو واثقه من حالها، بدي ضل اسرق لك الكيلات. يعني ما بكفي اني عم بعطيها بوتات اولي، بدها تسرق لي كيلات. اوكي المهم تعيش تعيش وتاكلي غيرها يا رنا. هلا راح نسكر وننهي التصوير ونروح نلعب. شكرا، اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. خلصنا المقلب رنا، ان شاء الله يكون عجبكم المقلب، انه مقلب طلع شوي طويل عادي، اعذرونا. فراح اقصقص بالمونتاج كثير، راح تلتعن افطاسي بالقصقصه. المهم ان شاء الله يكون عجبكم المقلب. فما بعرف شو كون هيك ملامح وشها لرنا هلا، يا ترى كيف بتكون؟ الله عليم، الله يستر. الله يستر بعد هلا ما سكر التصوير شو بده يصير فيني، بهدلات يعني من كابوس ومن بلال ومن رنا، ثلاثة علي. فادعوا لي اني انفذ بجلدي اليوم. اشوفكم فيديو جديد.